يا مساء الفرحة، يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الورد، يا مساء الأبطال على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي وكل جماهير الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة مهمة جدا واستثنائية من برنامج الترند، حلقة الفرحة وحلقة الانبساط وحلقة عودة الثقة في رجالتنا، رجالة النادي الأهلي اللي فرحونا امبارح من خلال بطولة السوبر. بطولة جاية في توقيت مهم قوي قوي عشان تخرس الألسنة، بطولة تبين قد إيه النادي الأهلي نادي البطل، النادي اللي يقدر في ظل أصعب الظروف إن هو ينتفض ويرجع أفضل من الأول. الأهلي فرحنا امبارح بأداء ونتيجة مميزة جدا على فريق محترم زي فريق نادي الزمالك، بتحقق بطولة مهمة من خلالها بتبتدي وبتبروز بدايتك المميزة جدا وانطلاقتك الرائعة في الموسم الجديد على مختلف الأصعدة سواء محليا أو حتى إفريقيا. هو ده النادي الأهلي، هي دي الفرحة، هو ده جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيبقى السند الأساسي ورا الفرقة في أصعب الأوقات وفي أفضل الأوقات كمان بيكون هو العنصر الأساسي في إنك تحقق مختلف الألقاب ومختلف الإنجازات اللي أنت بتحققها. إيه الرجالة دي؟ إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الفرحة الجميلة دي؟ هو ده النادي الأهلي، هم دول الأبطال. إحنا عندنا فرقة تقيلة يا جماعة، عندنا عناصر مميزة جدا من اللعيبة، كانوا بس مجهدين، كانوا تعبانين، خدوا راحة، وهنا بداية عودة الأهلي كانت من قرار راحة العناصر الأساسية اللي كانت عندك اللي كانت مجهدة جدا بسبب تلاحم المواسم. في الحقيقة الواحد مبسوط جدا، الواحد سعيد جدا، الواحد فخور قوي قوي دايما حتى وإحنا في أصعب أوقاتنا بنبقى فخورين بالنادي الأهلي، فخورين فخورين بلون التيشيرت الأحمر بتاعنا، اللون اللي إحنا بنحبه وبنعتز بيه جدا جدا جدا، بنعتز باللون الأحمر. مش قادر اقول لك قد ايه لما ما بنلعبش باللون الاحمر التيشيرت الاساسي واللون الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي بنحس ان في حاجه غلط، رغم ان انت في بعض المباريات تبقى مجبر على كده لانك بتبقى الفريق الضيف وفريق صاحب الملعب بيلبس لون احمر فبتضطر تغير اللبس. هي دي الحاجه او الحاله الوحيده اللي بيغير فيها النادي الاهلي زيه الاساسي اللي بيعتز بيه كل واحد من جماهير النادي الاهلي. امبارح ماتش ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده، مبسوطين وفرحانين جدا بفرقتنا ولسه دي بدايه. خلي بالك احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول يا هادي في موسم جديد ان شاء الله هيكون مليء بألقاب وبطولات مميزه، ان شاء الله باذن الله هيفرح جمهور الاهلي اكتر واكتر، لان فعلا جمهور الاهلي يستحق، فعلا الرجاله دي تستحق كل الاشاده وكل التحيه وكل التقدير بعد الاداء المميز جدا جدا امبارح امام نادي الزمالك وفرض شخصيتك للمباراه الخامسه على التوالي مع الراجل الجديد كولر المدرب المميز اللي انا بقيمه. خلاص يا جماعه هو كولر مش محتاج ان احنا لسه نستنى عليه عشان نقيمه، مدرب رائع واختيار صائب ورهان ناجح من اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي اللي عوضوا يعني الاختيار اللي كان قبليه اللي ما كانش فيه توفيق خالص، عوضوه باختيار مناسب ومميز جدا وهو كولر المدرب السويسري اللي شخصيته بتتناسب مع النادي الاهلي.